قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين أوتشا إن القوافل الإنسانية لم تتمكن من إيصال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة بسبب العقبات الإسرائيلية. وأعلن المكتب الأممي أن ثلثي المبعثات الإنسانية المنسقة في غزة واجهت عقبات أو تأخيرا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي المتوسط واجهت كل بعثة تأخيرا لمدة لا تقل عن 5 ساعات قبل السماح لها بالمضي قدماً.